عقد في العاصمة البحرينية المنامة الاجتماع 38 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وذلك بمشاركة معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح الذي ألقى كلمة دولة الكويت خلال الاجتماع، قال فيها: لقد قطعنا شوطا كبيرا في طريق التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وحققنا نجاحات كبيرة كان لها أبلغ الأثر على أجهزتنا الأمنية كافة، وهو ما يدعونا إلى تعزيز أطر التعاون كي نتصدى بكل قوة للمخاطر والتحديات التي تواجهنا، معتمدين على ما يجمعنا من قواسم مشتركة ووحدة مصير. أصحاب السمو، إن أمامنا تحديات كثيرة لا بد من مواجهتها بكل يقظة، وأن نكون في الموعد المناسب للتصدي لها، ويأتي في مقدمتها مواجهة الإرهاب لما يحمله من فكر ضال، خاصة وقد اتخذت الجماعات الإرهابية من وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الترفيهية وسيلة لتجنيد النشء والتأثير عليهم أيديولوجيا لاستقطابهم ضمن صفوفهم واعتناق أفكارهم المتطرفة، مما ضاعف من قدرتها على التوسع. هذا وقد جاء الاجتماع للوقوف على آخر المستجدات والتحديات والتطورات الأمنية مثل الاعتداءات الإرهابية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة والهجمات السبرانية، بالإضافة إلى الإعلام الموجه والتطرف العنيف. كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات الأمنية المدرجة على جدول الأعمال في إطار العمل على تعزيز التعاون والتنسيق والبناء على ما تم تحقيقه في مسيرة التعاون الأمني بهدف الارتقاء بالأداء ومواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة على الساحة الإقليمية والدولية. تأتي مشاركة دولة الكويت بشكل فاعل من خلال الاجتماع 38 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد أن تمت مناقشة عدة مواضيع تتعلق بمسيرة تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك. زينب عباس لتلفزيون دولة الكويت، المنامة، البحرين.